السلام عليكم، اهلا من جديد في اتوبيس السعاده. عايز اخدكم معايا النهارده رحله. احنا مش هنروح مكان، احنا هنسافر، هنرجع لزمان. والكلام عن الزمان والنوستالجيا من اكتر الحاجات المبهجه والمثيره للمشاعر الجميله. النهارده اتوبيس السعاده هيدور في اماكن تصنع السعاده بتاعه زمان، اماكن اول ما تسمع عنها او تشوفها تقول ياه ايه ده عدى عليها كتير قوي. هتقولها يا وانت جواك شجن كده ممزوج بفرحة ما تعرفش توصفها. كل تفصيلة هتلاقيك بتشاور وتقول انا كنت هنا، انا جربت ده، انا سمعت ده، انا كان عندي ده. كل ده النهاردة في اتوبيس السعادة. كل واحد بيتفرج علينا النهاردة، هات ولادك الصغيرين وجمع العيلة كلها، لانهم هيشوفوا حاجات يمكن ما سمعوش عنها، وبالنسبة لهم دي هتبقى اختراعات. وقعدهم وجهز مشروب شتوي حلو كده علشان انت هتعيش حالة انت مفتقدها جدا. جاهزين؟ يلا بينا نرجع لزمان قوي حيث السعادة. حلقتنا النهاردة من اتوبيس السعادة. وزي ما وعدناكم من بداية الحلقة، الحلقة النهاردة بطعم وريحة وجو حلو جدا، زي ما يقولوا كده حلقة مناسبة لأجواء الشتاء. هتتبسط، هتستمتع. واسمحوا لي يكون معايا بقى في الجزء اللي أنا بعتبره الجزء العظمة جدا في حلقتنا النهاردة والرئيسي جدا، زي ما بيقولوا صانع سعادة من الدرجة الأولى. كل واحد بيختار لنفسه كيف يصنع السعادة، هو صنعها لنفسه. وتقريبا بقى هو معرفش كان عارف ولا لا ان هو بيصنع سعاده للملايين وهم بيتابعوا. معايا استاذي العزيز هشام سليمان. ازي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك. يعني حضرتك صانع سعاده يعني على المستوى الشخصي كلنا عارفين والمشاهدين عارفين، وفي حدوته كبيره جدا في المكان العظيم اللي احنا فيه. لا انا من قبل ما نبدا تصوير وانا عندي حاله انبهار، وعمال اسافر من سنه واروح سنه وارجع واسافر واجي. فاحنا النهارده ايه، اعتبرني التلميذ حبيبي اللي جاي يتعلم النهارده حبيبي. وانا يشرفني ان انا اكون تلميذ حضرتك حبيبي يا احمد. قول لي عايز تبتدي منين وانا معاك. واحنا واقفين اهو، واحنا واقفين، ايه اللي بيحصل حواليا دلوقتي؟ خليني اقول لك ان انا العظمه اللي احنا فيه النهارده. انا من حوالي 20 سنه كنت ماشي في الشارع، لقيت حد بيبيع مقدمه فيلم العار، فقلت من العار عليا مصريين يبقاش عندنا متحف للسينما المصري، وقررت اعمل متحف للسينما من 20 سنه. من 20 سنه. بس على سبيل المثال انا عملت كده عشان عادل امام. يبقى انا لازم اركز في الحاجة دي. دي اول فيلم كاميرا، دي ريفلكس 300. اول فيلم كانت صورته كان فيلم الحريف، اخر فيلم او اول فيلم صورته كان فيلم شم الخوف، اخر فيلم صورته كان فيلم الحريف للاستاذ عادل امام. هوري حضرتك هنا حاجه لطيفه جدا. الكاميرات دي انا عايز امد ايدي بس خايف. كانت بصوت اسمها الزنانه، الكاميرا الصغيره دي اسمها الزنانه. الزنانه دي نفس الكاميرا دي، لو نقدر نجيب الكاميرا دي معانا، دي نفس الكاميرا دي اللي هي الكاميرا الزنانه. تمام. دي بتعمل صوت زي الزنكه. ايوه الصوت القديم اللي احنا الكر اللي هو الفيلم نفسه لما بيتسحب الفيلم، سحبه الفيلم نفسها بتقعد بيفضل طول الوقت كده. تمام. فقرروا يعملوا لها بلم عشان يمنع الصوت، فبقت دي موجوده كده. يعني ده بمثابه عازل صوت، عازل صوت للبقره او للصوت اللي بيتره دي. الطفره اللي حصلت، الكلام ده كان سنه 50، 1950. الطفره اللي حصلت ان فجاه كان الصوت موجود بقى فيه صمت، فطلعت كلمه سايلنت اللي محطوطه على الشبابيك في الاستوديوهات. يعني احنا انا كنت اشوف الكاميرات دي
في برامج السينما القديمة والكواليس بالظبط كده. فلما بدأت أحضر وأشوف ما لقيتش الكلام ده، الموضوع صغر قوي. لا وبقت قد كده خلاص، الريفلكس دلوقتي بقى كده قد كده. الحاجات دي لا تليق بعظمة المكان والتصوير واللوكيشن. كمان كان شوف الفرق ما بين الفريق العمل كمان. كان فريق عمل كده بسم الله ما شاء الله، ناس كبار كده بيشيلوا الحاجات ما شاء الله. دلوقتي عيال كلها عصفر. سوري يا جماعه، ما حدش مقصود بالكلام ده. تعالى اتفضل هنا يا احمد. تمام. مثلا هي يونس ده كمبيوتر صخر، انا ما اكتشفتش، ما اكتفيتش بس المؤسسه دي يبقى اسمها متحف السينما المصريه، لا عملتها مؤسسه هشام سليمان لحفظ التراث. فقررت اشتغل على حاجات ليها علاقه بالتراث، حاجات انقرضت ويمكن الاجيال اللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه ما شوفهاش تاني. فقررت اعمل كده. ده كمبيوتر صخر الاتاري، وهنا ده الجيمز الصغيرين بي بقى بكل تطوراتها، والجيم بوي والحاجات كل الحاجات اللطيفه دي. بالمناسبه ده حاجه مهمه جدا جدا جدا. زمان لما كان علبه الخام كان مدير التصوير بيدخل او مساعد المصور بيدخل ايده جوه عشان الفيلم ده لو اتعرض للنور هيتحرق، فكان بيدخل جوه بسميه الكيس الاسود، يدخل جوه الكيس الاسود وبيعمل كده زي عمليه الولاده بالظبط، يخرج بالظبط، يخرج مخصوص لده اللي اتصور يطلعه ويحطه في علبه، والجديد يتصور يطلعه ويحطه في الشاسيه بتاعه عشان لو دخل اي جزء نور صغير كان هيحرق الفيلم. هنا بقى هوريك حاجه لطيفه جدا بالنسبه للرضاوي. هنا المزيكا بقى. المزيكا كان من حظي ان انا جبت الكتاب بتاع اغاني ورده واشهر اغاني المطرب العاطفي عبد الحليم حافظ وإلى فريد الاطرش. ده الشريط اللي هو القديم ده اللي هو الجهاز غير الكاسيت موجود. الجهاز ده موجود وهشغله لك دلوقتي لما نشوفه جوه. هنا عندنا بقى الرضاوي دي. انا الرضاوي دي بفكر طول الوقت هل اعملها بالتواريخ بتاعتها، يعني ده سنه 54، ده سنه 80، ده سنة 80، 64، هنا 60، هنا وصلنا لحد 80، هنا طبعا الوكمان رضاوي ترانزستور. الوكمان ده 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 خد مننا سنين، دلع الشباب طبعا خد مننا سنين. الوكمان ده وانت تمشي كده وعامل نفسك مش واخد بالك من الناس كلها. هنا اسمحوا لي اوريكم هنا. هنا بقى ده حاجة قمة المتعة. انا وقفت قدام الحيطة دي. هو ده بالظبط، يعني كل واحد بيفتكر فين اول موبايل ليا ويبتدي يفكر فين اول موبايل ليا. زي ما حضرتك بتقول انا دخلت دورت على موبايل معين قلت اهو هو ده اللي جبته، وكنت بمشي واخليه يرن عشان الناس تاخد بالها ان هو يرن. انا شايف كمان تطور كروت الشحن، يعني الكارت الصغير لحد ما بقى حاجه كده من اول الاخضر طبعا، الناس عارفه الاخضر هو ايه والاصفر طبعا. انا الحاجه الوحيده اللي بحاول اجيبها مش عارف اجيبها مش عارف كده، يعني لو جبتها هبقى حرامي. يعني نوجه انا عايز نبيت بقى الاتصالات. ايوه صح موجوده ولا ده عايزين كابينه موجود كتير والله افكر كل يوم بعدي افكها ولا ايه. يا رب بص عليها كل يوم، انت عارف نيتي كويس جنب البيت حد، كل مره بقول يا رب انت عارف نيتي كويس، بس ببقى عارف لو حد عدى بس في الشارع اللي بسرقها هيبقى نداء لوزاره الاتصالات. احنا محتاجين كابينه تكمل الحاله الحلوه اللي فيها، ولسه كمان وزاره الاتصالات لما تشوفوا عندي الموبايلات كمان هيعرفوا اسف التليفونات جوه هيحسوا ان انا بعمل مجهود. لو سمحت احنا بنتكلم على الموبايلات وكمان ده. التليفونات الارضي ليها حدوته جوه كمان. هنروح نشوفها ان شاء الله. خلينا نتكلم على الحته الثالثه اللي هي الجانب الثاني ده. احنا بوريك بقى التلفزيونات، عشان التلفزيونات دي ليها عندي قصه لطيفه جدا. تمام. بعد ما بدات اعمل القصه دي عم احمد اللي في العماره هنا تحت قال لي يا استاذ هشام عايز حضرتك دقيقه واحده تحت. قلت له اشمعنى؟ قال لي بقى هتتبسط قوي مني. قلت له اشمعنى؟ قال لي اصل في واحد تحت بتاع روبابيكي عنده حيط روبابيكي زي بتاعت حضرتك كده. طبعا احبطني احباط رهيب. دخله نفسها بس قلت لا انا هنزل اشوف الروبابيكي دي. تمام. فصراحة بتاع روبابيكي خدت منه التلفزيون الاحمر ده والاحمر ده والاحمر ده. جميل. والاحمر ده. الاربعه الاحمر والخامس، سوري احنا خدنا خمس تلفزيونات حمر مره واحده. كان عنده خمس تلفزيونات الاحمر. لدرجه ان انا كنت خايف اساله هو ده حد في النادي الاهلي اللي بيبيعهم لك ولا ايه؟ ايه السر؟ بس قلت اشتريهم وجبتهم وحطيتهم هنا، فحسيت ان المجموعه بتاعتي كملت. تعالى نمشي في تاريخ مصر كده بالشكل اللطيف ده، هتلاقي ان التاريخ بيقول لك احنا موجودين، يعني من اول نصر والنصر نصر وهنا الناشنال والفيجن والنصر هنوراب. بص النصر عايزك تشوف النصر التطورات بتاع النصر عامله ازاي. يعني ده كان لا ده جرونج وده جرونج برضو. النصر ده القديم بالمناسبه الفيلم ده فيه تلفزيون زيه فيلم ابو العروسه الفيلم كان اسمه ايه؟ ام العروسه. ده فيلم ام العروسه. تخيل ده كان موجود فيلم ام العروسه شبهه بالظبط، هو مش هو بس في نفس الوقت ده بيقول لك ان احنا سنه 62 كان الفيلم ده موجود او التلفزيون ده موجود. ده التطور، ده تطور. ده الجروننج ده عملوا حاجه لطيفه جدا عشان الناس قالت في الوقت ده ان انبعاث
الشاشه نفسها للعين بتتعب العين وبتتعب مش عارف مين. فقررت شركه جروندنج تعمل الفلتر الموجود ده اكنه فلتر بالظبط كده. تمام. فهنا زي ما انت شايف كده تقريبا كانت كل التكنولوجيا موجوده. يعني هنا ده تقريبا انا مش عارف ده اللغه دي ايه بس اعتقد انها سيرش. لا ده انجليزي عادي. سيرش بس لا مش ده مش انجليزي عادي. فيرن ده ممكن يبقى الماني. هو يعني في حاجه الناس عاملينها بحيث وانت بتتفرج تقدر تتبسط. تمام. يعني انا مثلا لما هيود بتظبط انت البيز بتاع تليفونك او تلفزيونك دي حاجه عظيمه. النهارده بقى في كنترول الاب ويحاول يعمل كنترول الحاجات اللي يعرضها على ابنه والام. تخيل بقى الكنترول ده كان موجود من زمان جدا. يبقى عندهم مفتاح زي ده بيفتح المفتاح عشان يسمح لاولاده يتفرجوا على وقت معين على التلفزيون وخلص الموضوع. رقابه يعني تعالى نسميها رقابه. بيقفل وطبعا بيشيل المفتاح في جيبه بس انا بحط هنا خلاص كده خلاص التلفزيون قفل. اللي ابويا ما يعرفوش. ايوه كان في مفك. كنت بجيب المفك. كنت بجيب المفك اعمل كده واخلص الليله. اصل احنا كان عندنا الدولاب ده بس كان دولاب احنا مؤدبين قوي. تعالى اتفضل. انا واحنا بنتكلم انا في يافطه لفت نظري من واحنا واقفين نتكلم لازم نروح لها. البازا فندي. البازا فندي. تعالى تعالى اتفضل على البازا فندي. ما ينفعش نعدي البازا فندي. بصراحة ملفت. عندك حق 100%. وسعادة. خليني اقول لك ان فيلم ابن حميدو سنة 57 ده كان فيه اهم مشهد في السينما المصرية. خلاص تنزل المرة دي. تنزل المرة دي. لكن لما نيجي بقى الاستاذ توفيق الدين خليني اوريك حاجة لطيفة جدا. عايز اقول لك ان دي تقريبا طبق الاصل من موجودة والحيطة كمان طبق الاصل. الحيطة. يعني عايزكم لما تشوفوا المشهد ده. لا بقى نشوف المشهد ايه ده. انا هخلص وافتح اتفرج على لازم هطلع المشهد ونطلع الموضوع ده وتشوف الحيطه عامله ازاي واليافطه عامله ازاي والمنشه عامله ازاي. انا هوريك دلوقتي حاجه لطيفه جدا بالمنشه. هعمل كده ايه اليافطه دي؟ البدا فندي. والبدا فندي ده راجل مثقف ومتوعب الاشياء واري وانا واخد بالي من بره مكتوب يوسف شاهين. بالظبط. فهو لازم اعرف ايه الحدوته وليه والاختيار. احكي لك انا اشتغلت يعني مع البوصي عرفته. اشتغلت مع استاذ يوسف شاهين حوالي 13 سنه. كنت مكتبه 13 سنه. كان ليا الحظ اني عملت معاه كمدير انتاج في فيلم المصير الاول المهاجر المصير الاخر سكوت هنصور. جميل. هنا بقى دي اوضه اسمها الكاميرات. ما ينفعش اتكلم عن يوسف شاهين من غير ما هو كان بيعشق الكاميرا. عملت الاوضه دي عشان هو بيعشق الكاميرا. عملت الاوضه دي باسمه عشان دي كاميرات انا كمان بعشقها. مثلا الكاميرا دي بري موديل 44 زي ما حضرتك شايف. فاتن حمامه هي اللي على الكاميرا. هنا رشدي اباظه. دي الكاميرا اللي جنب رشدي اباظه. يعني الحاجات دي شافت حاجات عظيمه افلام عظيمه. يعني كل حاجه من دول تاريخ. خلي بالك ان كل واحده من دول بحاجتها. انا عندي هنا حاجه عايز اوريها لكم. هي متعبه شويه بس هوريها لكم. احب اساعد حضرتك في حاجه. فاكر الكيس الاسود اللي قلت لك عليه؟ اللي شفناه في الجوله اللي فاتت. تمام. هنا كان فيه اسمه الصندوق الاسود. كان بيفتح يحط الكاميرا نفسها ويغير يحط ايده جوه ويغير من الكاميرا نفسها يتحط جوه ويفتح من الجنب ويحط يغير الفيلم عشان برضه ما يتعرضش للضوء. ما يتعرضش لاي لحظه. يبقى هنا ده مش هيدخل ضوء وده كمان ما بيدخلش ضوء. انت متخيل الناس كانوا بيعملوا ايه عشان يحافظوا على الفيلم؟ اللي هو دلوقتي التكنولوجيا اتغيرت وبقينا بنصور ديجيتال بقينا بنصور اتش دي وصلنا ل 2K و4K وال 8K كمان. هنا اسمح لي بقى اوريك حاجه ثانيه. هنا بقى افرجك على المتعه كلها. يعني بعتبر المكان ده هو متعه. في موسوعه جينيس الراجل دخل موسوعه جينيس عنده 780 كاميرا. انا بتمنى ان في 2025 اوصل في موسوعه جينيس بعدد الكاميرات. هو سابقني بشويه وطبعا عقبال ما يعدي سنتين كمان هيسبقني شويه كمان. انا عندي تارجت ان انا اعمل 1000 كاميرا ان شاء الله. انا اعتقد ان كل اللي بيتفرجوا النهارده كل واحد هيلاقي الكاميرا بتاعته موجوده. اتمنى. يعني انا لقيت كونيكا الحمراء اللي عنده الكاميرا عايز يتفرج عليها المتحف. اهلا وسهلا. رساله اهي. خليني اقول لك حاجه لطيفه جدا في التطور اللي حصل. تمام. طبعا ده البدايه كان كل الكاميرات كده بتبص على الكاميرا من فوق. كان الفيلم ست صور بس. تطور بعد كده بقى الفيلم 18 صوره بقى 36 صوره وفي 24 طبعا 24 اللي هي المستطيله دي لحد ما دخلنا للتكنولوجيا لما سرعت ما بقاش حد عايز يستنى
اللحظه اللي استنى فيها المعمل ويجيب المعمل. فعملوا الكاميرات دي، الكاميرا دي اللي هي بتدوس على زرار تطلع الكاميرا ولا دي حاجة الفوري تانية. دي الفوريه اللي هو كل الكاميرات اللي هي حضرتك في البتاع ده فوريه بتطلع الكاميرا في ثانيه. بس برضو كان مشكلتها ان الفيلم بتاعها من 10 افلام 10 صور لحد 20 صوره. لكن بدا التطور يحصل اكتر وعملوا دي. دي الكاميرا كانت في الفلوبي ديسك، الكاميرا دي السي دي كبير فيها سي دي روم زي السي دي بالظبط بيخش كده، وده السي دي الصغير وده السي دي الكبير. بس دي انا ليه بحب دي اكتر؟ عشان دي بقى عندنا امكانيه ان احنا نطلع منها 400 صوره بكواليتي عالي في ثانيه واحده، بنحطها على الكمبيوتر وتشتغل على طول. ما عاشتش كتير، التطور خلاها ما التطور اسرع بكتير من اللي احنا بنفكر فيه. تمام. يعني بعد كده دي كمان ما عاشتش فعلا زي حضرتك بتقول بكتير، فبدا يبقى في الكاميرات اللي هي بالميموري بقى. بدانا ندخل على مرحله الميموري كارد. يبقى الميموري كارد بتخش فيها عندك صوره 2 3 10 ممكن توصل ل 1000 صوره و 800 صوره و 900 صوره في ثانيه واحده في كاميرا صغيره. تليفونات العظمه كلها ومكتوب صلاح ابو سيف. صح، عشان عملت مع استاذ صلاح ابو سيف فيلم اسمه المواطن المصري. تمام. عمر الشريف طبعا وعز العيد الله يرحمه. طبعا طبعا. وهنا دي الحاجات افلام صلاح ابو سيف زي شارع البهلوان والمجرم والنعمه والطاووس، فجر الاسلام، لوعه الحب، القدسيه. معلش النعمه والطاووس صلاح ابو سيف، لا محمد صلاح ابو سيف فعلا. اوكي، احنا جايين حضرتك قلت لي بقى يعني داخلين على الارضي بقى من الموبايل داخلين على الارضي والتكنولوجيا. قبل ما اوريك التكنولوجيا الارضي خليني اوريك ده الوكي توكي العادي. تمام. اللي هو كان بيمسكه ضباط الشرطه وكان بيمسكه تعرف الوكي توكي دلوقتي في الافلام بقى موجود وفي ما بيننا وبين بعض والاطفال كل الناس بقى عندها وكي توكي. تمام. خليني اوريك الوكي توكي ده كان زمان ازاي زمان بيعانوا. ما تيجي نشوف كده حاجه بسيطه. هو بس دي ادي كفايه ده كده هو مش هو كده جاب المؤطر خلاص هو مش الرسائل كانت كل انت متخيل اللي هو دلوقتي احنا التليفون محمول ما فيهوش اريا كان زمان اريا قد كده في التليفون المحمول. انا عايز يعني عايز للناس بس احنا عاملين قد ايه واحنا كان بيمشي ده الله يكون في عون ده عمال يلا ادي بلاغ فعمال ما يطلع الاوردر يخلي الدنيا باظت خلاص ونسبه البلاغ برضه هوريك حاجه ليه علاقه برضو بالتطور عشان بعد كده نتكلم على بقية التليفونات. تمام. دلوقتي في حريقه في البيت لا قدر الله، فانت بتمسك التليفون عشان تتصل. عشان تتصل بيعمل ايه مثلا؟ هو المطاطي نمرتها كام؟ تعال قول انا مش عارف رقم المطاطي تقريبا 123. تعال نقول 1 2 3 خلاص الناس ولعت الحمد لله. لا ما حرائق زمان كانت ابطا. اه كانت صح كانت زوق. هنا بقى حضرتك على حاجه لطيفه جدا. كان انا عندي الحظ ناس كتير بتقول لي انت عرفت منين التليفون ده او التليفون ده او التليفون ده او التليفون ده؟ اي تليفون من دول سنه 60 بتعرف منين التليفون ده كان في فيلم حقيقي؟ انا مش فارق معايا ان التليفون ده هو الحقيقي ولا مش حقيقي. انا بأرخ تاريخ مصر. صح. انا بقول سنه 60 كان التليفون شكله كده. ده شكل التليفون على ان التليفون شكله كده كان موجود في الفيلم ده اللي هو 66. الفيلم ده القاهرة 30 في الليالي الحلمية كانت 87 كان تليفون نازك السلاحدار ده كان هو مشهور هو جدا هو التليفون بيصرف النظر لانه ده مش تليفون نازك السلاحدار في الحقيقة ولا صفية العمل في الحقيقة. ده تليفون الناس راحوا يا اما جابوه اكسسوار يا اما راحوا صوروا في المكان هو بالظبط اللي كان موجود يعني من فترات مصر. صح. من تاريخ. صح. مصر عشان نعرف فترة تاريخ مصر لازم نتكلم على اعلام مصر. الاعلام تخيل ده كان اول علم لمصر، ده الثاني ده الثالث ده الرابع ده الخامس ده السادس لحد ما وصلنا للعلم اللي احنا فخورين بيه لحد دلوقتي. طبعا فخورين بكلهم اكيد بس ده العلم أكيد. اللي احنا يعني اللي اتربينا عليه نقدر نقول. فيلم انا شفت هنا الايدي الناعمه. اه الايدي الناعمه التليفون ده كان عامل ازمه والقرص بتاعه اللي تحت ده كان طبعا كان تليفون عظمه. كان تحس تليفون ليدي قوي كده يعني بتاع السيدات المجتمع الرقيات. تخيل يعني زيرو سمع صوت الصوت والله لسه اقول لحضرتك الصوت نفسه جميل متعة. لفة القرص الو لا مش ونسيب ده طبعا ده شوف ده انا ده لما حد بيسمع التليفون يا ست انا عايز ابني العيال كبرت لما حد بيسمع التليفون ده بقول لهم ده التليفون اللي بيضحك
مين مننا ما ضحكش على المشهد ده؟ ايوه رمضان ابو ذره والفنانه كريمه مختار وهي يعني في حته. بص كمان السلك الاحمر بتاعه بالمناسبه عشان الناس تبقى عارفه احنا الحاجه دي بتتمسح مره كل 3 شهور مره كل 6 شهور عشان ما تبص. انتوا لو الحاجه دي انا لما بلاقي الحاجه بترابها بتبسط بعرف الناس لسه محافظه على حاجتها لان لو كل يوم هفضل امسح في الحاجه دي اكيد هيحصل هتتخدش هتتهالك. ده كان بيكلم بيه استاذ ايناس جوهر وكان بيكلم بيه المختطفون بالظبط الخاطف بالظبط كده رجعوا بقى تاني هنا مرات المدير عام سنة 66 هنا لما كانت في الفندق وبتكلموا من الاوضه اللي جنبها حلاق السيدات بالقفل بتاعه كانوا عاملين ناصحين قوي بيحطوا قفل بالزرار الابيض والزرار الابيض. هنا ده فيلم ثقافي سنة 2000 ده عدى على البيوت كلها اول ما كل البيوت ده اول الشركه طلعت عملت الشركه المصريه للاتصالات لما طلعت الموضوع ده كان اول واحد من دول الرمادي ده بالظبط. هنا طبعا دول دي ايه سنترالات بقى ولا سنترال اللي هو كان بيحاول يكلم المكالمه ايوه اوضه 3 عايز اتكلم اوضه 8 في اوضه 3 مع 8 ده خط مع بعض دخل ده عشان ما يبقاش معاهم لو حب يدخل خط واحد فبقى الثلاثة دول مع بعض. الموضوع كان لطيف جدا على قد ما كان متعب جدا بس كان لطيف والمكالمات تدخل على بعض والدنيا تسيح في بعضها وعيد تستنى الحرارة نص ساعة ولما تيجي الحرارة تلاقي ما توصلش الحمد لله على كل حال. طيب اخيرا هبني اوريك المونتاج عشان يبقى كده عملنا طول لطيف. يا حضرتك قلت لي ان هو هنحكي عن الحدوته حصلت ازاي والموضوع اللي الناس شايفاه بسيط دلوقتي كان زمان بيبقى ازاي بالظبط كده. طيب يلا اتفضل. فرح مقسومة لكل بيت جايين والسكة فاتحة مدين للكل ايد انا جاي عشان اقول استاهل كل خير ومعايا قلوب تحبك جواها كلام كتير ده انا ليه الحظ اني لحقت الحبه دول. هنا بقى المونتاج عشان نعرف يعني ايه مونتاج. احنا كنا بنمنتج على 8 مللي وال 16 مللي وال 35 مللي. خلينا كلامك الاول كان ايه يعني بيحصل المونتاج في الحدوت الشريط. ايوه الشريط السينما بيبقى عامل كده كل اربعة فريم من دول او اربعة برفريشنز من دول واربعة الناحية التانية بيسموا كادر. كل 24 كادر من دول بيعملوا ثانية واحدة. ثانية. فتخيل انت مثلا المخرج قاعد بيبص على المونتاج يقول له لا 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 مش عاجبني وهو بينفخ السيجارة في الهواء. بينفخ السيجارة في الهواء دي عاملة ثانيتين. شيلهم لي. فيروح المونتير جايب الفيلم حاطط الفيلم زي ما احنا شايفين هنا حاطه قدامه بيبتدي يشوف كام فريم بالظبط يروح قصه. يقص. يقصوا يشيلهم عن بعض خالص ويشيل الثانيتين ويبتدي يلزق هنا بيلزق ده دي مساحه بيضاء عشان مساحه بيضاء تلف على البكر لكن في الواقع ان هو بيحط الاثنين مع بعض عشان يبقوا لازقين في بعض وبعدين يلزقهم بالكله كله ده السبليت سهل قوي ده الواحد بيعمل الحاجات دي في دلوقتي مش اي حاجه كت كنترول ديليت شكرا. هنا ده بتاع السنكرونايزر كان بيحط الصوت مع الصوره يفضل يظبطهم. هنا نفس الموضوع عشان تسنيكة الصوت مع هنا الصورة. نفس الموضوع يبتدي يعد كام فريم وكام فريم وكام فريم وشايف الشاشه الصغيره دي اللي هي تقريبا بقت شاشه موبايل بالنسبه لنا. استاذ هشام مونتاج فيلم في الفتره دي كان ياخد وقت قد ايه؟ من 6 شهور ل 8 شهور. احنا النهارده بنطلع الحلقه 45 دقيقه في 6 7 ساعات عشان نلحق رمضان. لكن فيلم ممكن يقعد من 6 ل 8 شهور. 8 شهور. تخيل بعد ايه بقى خلص مرحله المونتاج يروح مرحله الصوت وبعدين يروح لمرحله الموسيقى ويحط مرحله المؤثرات احنا كل ده بيمشي بره مع بعض. قبل كده كان عذاب. خليني بقى اوريك العظمه دي. في 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 حاجه ضخمه جدا ده بقى عباره عن ايه؟ عارف رايك يلا بينا. هنا بقى زي قلت لك يونس دي المفيولا. المفيولا هي المسؤول عن المونتاج. زمان كان في عندنا حد في المفيولا عندنا اثنين مونترين مونتير اسمه مونتير النيجاتيف ومونتير اسمه مونتير البوزيتيف. الفيلم الخام لما كان بيصور
كان بيروح يتحمط في المعمل. بعد ما يتحمط بيبعت له المنتج النجديه، المنتج النجديه دي بتبقى ست في منتهى الشياكه لابسه الجوانتي بايديها عشان اي جرح من النيجاتيف بتاعنا اللي هو ده. انا ما عنديش نيجاتيف هنا بس نفترض ان ده كان النيجاتيف. تمام. ده كان النيجاتيف بجد. ده بس ده نيجاتيف لسه ما تصورش، لما تصور بيبقى حاجه ثانيه. ده النيجاتيف غير متصور، لما تصور بقى النيجاتيف مصور. بتقعد بقى هي تعمل ايه بقى؟ تمسك الريبورت تقول ده عايزينه ده مش عايزينه، وتلف وتحطه ده عايزينه ده مش عايزينه ده مش عايزينه. ده خلاص تبعت الحاجات دي كلها لمنتجات البوزيتيف اللي هي بتقعد على الفيولا دي عشان تبتدي تشوف كل شوت عامل ازاي. وهي اللي من حقها بقى تمدش في الشوتات. يعني كل 24 فريم بيعملوا ثانيه واحده، يعني 48 فريم بيعملوا ثانيتين. يعني الفيلم اللي مدته ساعه ونص بيبقى الست دي بتمقع عينها بتشوف الفريم اللي هو. تعالى نوريكم مثلا فريم عامل ازاي. كل 24 واحده من دول بثانيه واحده، كل 24 صوره، خلينا نتكلم ببساطه كادر من دول، من دول صورة بثانية دي واحدة. ثانيه من الفيلم. زي ما انتم شايفين هنا في كل ثانيه في جنبها اربعه بريفريشن على اليمين واربعه بريفريشن على الشمال. اللي هو الجريف لما كان في الكاميرا بيسحبه، كان الجريف في الكاميرات اللي بتركب بيعمل صوت جريف يسحب يسحب. لما عملوا التجريه بتاعتها دي بتبقى الحركه بتبان الصوت بتر بيسحب. لما عملوا الحركه بقت ايه بيحصل؟ ايه في حاجه اسمها الجريف وحاجه اسمها الكونتر جريف. فلما كل ما بيعمل كده الكونتر جريف بيثبت فالصوت ما بقاش يقل. لان ما كنت في يمين بس يسحب يبقى فيش ميلو يمين جريف وكونتر جريف الصوت قل خالص. عشان كده الصوت قل رغم ان فيه بلم، لكن كمان الصوت قل عشان التكنيك بتاع الكاميرا اختلف. فبتيجي الست مونتيرت النيجاتيف او سوري مونتيرت البوزيتيف في الوقت ده يبقى عندها الشوتات، وتقعد مع المخرج الاول بترتب الشوتات حسب الرابور اللي كتبه لها الراجل بتاع الكراكات. ده هيطبع ده مش هيطبع بتتعمل ده، بيجي لها هي الحاجات المطبوعه كلها. تبتدي تشتغل هي على المطبوع وتقول هتقول احنا ما بنصورش بالترتيب. فبتحط مشهد واحد جنب مشهد اثنين جنب مشهد ثلاثة جنب مشهد اربعة جنب مشهد خمسة، بتفضل تعمل الكلام ده كله. ده اللي قلت لك بيقعد من ست لثمان شهور الوقت ده. وبعد بقى انك تعمل الوقت ده كله بتجيب المخرج بقى تقول له تعالى بقى نبتدي ننظف او نبتدي نمنتج. فوالله شافه كات فيشيل فهي بتشيل الكراكيت في الاول وبعدين بتشيل الكراكيت من الاخر ولو في صوت او هو اللي يلا ابتدي الحركه من اول ما يقعد. فهي تاخد من اول القعده تاخد يبقى الفيلم كله راكب على بعضه ويجي بقى المخرج يحط التاتش بتاعه قمه العظمه. صحيح صحيح. بس ما عنديش حاجه ثانيه اقدر اقولها لك. لا احنا انا اللي عندي كلام كتير حبيبي. واكيد الناس اللي النهارده تابعونا في الحلقه انا بعتبر النهارده الحلقه دي حلقه جميله ومريحه نفسيا. يعني دخلنا السعاده على لا لا سعاده واي سعاده وفي اجيال كتير ما تعرفش التطور اللي مرينا بيه والمراحل اللي مرت بيها السينما. يعني احنا بندخل الدار العرض نستمتع بالحاله ونطلع مش بس نستمتع مش عاجبني الفيلم ده احنا عانينا عشان لا انا اعتقد ان بعد اللي شفناه النهارده مفيش حد يقول مش عاجبني تاني. انا ختاما عايز يعني كلمه الشكر لا تكفي الحقيقه. شكرا. واحنا بنقدر حضرتك ونقدر من يهتم يعني بكل ما يخص مصر والجانب ده الناس كلها هتفضل تتكلم عنه ازمان طويله الحقيقه. وكلنا لينا الفخر ان احنا موجودين هنا النهارده. وبعيدا عن كل ده كل ده كل ده انا بحب اللي حضرتك بتعمله لاولادنا واخواتنا اصحاب الهمم الفائقه. دي حكايه طويله جدا. انا ما بشوفش حد في اي موقف من اولادنا اخواتنا اصحاب الهمم الا ما يقول لي هشام سليمان امكن هشام عمه هشام بابا هشام. كل واحد يعني ودي والله العظيم شهاده حق ان انا بشوف قد ايه حضرتك اهتميت بفئه كانت لفتره طويله محدش حاس بيها محدش سامع يعني ومن زمان مش النهارده ولا امبارح لا ده الموضوع ليه اهتمام كبير من زمان. فيعني الشكر لا يكفي. شكرك. والتحيه موصوله من هنا لكتير جدا يا استاذ هشام. شكرك. وهسيب لحضرتك الختام. انا عايز الفقره دي هشام سليمان يختم هذه العظمه اللي حضرناها في الفقره دي في اتوبيس الساعه. اكلم المشاهدين يا ريت يا ريت. طيب انا بحب طول الوقت يبقى عندي حاجتين. الحاجه الاولانيه هي نصيحتين. النصيحه الاولانيه بقولها لنفسي عشان طول الوقت افوق نفسي، بقول فيها لعمر منصب دام ولا طول في عمر صاحبه. نصيحه مهما كبرت مقام التواضع صاحبه، يا ابني ده الغرور هو اللي بينفق ويغر صاحبه، يا خوفي لما منصبك كتير ما تلاقيش حد تصاحبه. دي النصيحه الاولى. النصيحه الثانيه اسمح لي اقولها لاولادي واولادكم وكل الناس وكل واحد بيشتغل شغلانتنا، اسمح لي كمان اقولها ليكم انتوا كمان. اوعى في يوم شغلك ينسيك اللي بيحبوك. ادي شويه وقت لامك وشويه كمان لابوك. الشغل صحيح حاجه مهمه
بس مش اهم من اللي جابوك. بس خلاص تحياتي وتقديري حبيبي الاستاذ العظيم هشام سيبا. شكرك شكرا شكرك شكرا شكرا. وفي مود النوستالجيا بتاع النهارده في اتوبيس السعاده الفقرات كده بتفرض نفسها الحقيقه. خلينا احكي لكم حدوته. من شهر وشويه كده لقينا على السوشيال ميديا بدات صور وفيديوز لحفله والمفروض بقى طلبه في الكليه، فحفلات الكليات احنا عارفين بقى شكلها بيبقى ايه، لكن دول مجانين قرروا زي ما حضراتكم شايفين يرجعوا بالزمن كتير قوي كتير كتير لمرحله يعني مش عايز اقول سنيه تخصني، انتوا عارفين انا صغير جدا يعني. فانا معايا فنون جميله اجدع ناس زيكم كله حلو. مبدئيا انا بحييكم على الفكره وبحييكم على اللي انتوا جايين عاملينه النهارده، يعني انا بالنسبه لكم انا البيبي صغير. فنبتدي الحدوته، ايه القصه وايه المود؟ هي يعني مبدئيا الفكره حلوه جدا، والفتره دي من الفترات الذهبيه في كل حاجه، في اللبس وفي المزيكا وفي السينما في كل حاجه. مين هيبدا بقى يقول لي الحدوته من الاول؟ اوكي انا هتكلم على ان احنا كنا اتحاد الطلبه، انا متطوعه في اتحاد الطلبه. أوكي. والفكره جت ان احنا عايزين نعمل ويلكم بارتي للدفعه الجديده، بس الموضوع يبقى مختلف شويه. ما يبقاش اللي هو مجرد نجيب دي جي او نجيب حد معين او نشغل اغاني وخلاص. فقررنا ان احنا نحط اوتفيت عشان كان عندنا حد في اعدادي وكده لسه داخل جديد، هو اوريدي ستايله كده اصلا. يعني هو موجود معانا؟ لا بالطبيعي مش موجود. فهو ستايله كده او هو شكله غريب، فاحنا حسينا الموضوع ايه ده فعلا موجود يعني. بس ففي ولد معانا بقى في اتحاد الطلبه يعني رئيس لجنه الاسر، اسمه اسلام مجدي، يعني انا بجد بحيي على الفكره دي. هو اللي قال يا جماعه طب ما تيجوا نعمل حاجه باك تو 70s. فقلنا باك تو 70s لا، احنا في الميتنج ده بجد. بس طبعا كل واحد جاكيت جده ومش عارفه بدله مين شوف البيوت القديمه ندخل ونشوف فيها ايه بالظبط. بعد كده بقى يعني لو هتكلم على الاوتفيت بتاعي فهو يعني خليني بقى بالظبط بقى يعني سعاد حسني صح؟ لا لا كان فيلم، فعارف الفيلم خلي بالك من زوزو. لا ما اعتقدش هو يعني اعتقد يعني كان فيلم خلي بالك من زوزو في اجازه مش فاكر، بس هو تقريبا الاجازه او اجازه نص هو اللي هو نفس الفستان بالظبط، بس هي كانت الصوره بتاعتها قعدت ادور عليها لان انا كنت القبعه كبيره بالظبط. فبصراحه يعني عجبني الفكره وقلت مش لازم، انا مش هعرف البس فكره المشجر وبنطلون شارلستون وكده، فليه ما البسش دريس بس. فساعتها بقى جات لي الفكره ونزلت دورت بصراحه يعني فصلته يعني عشان ما جبتوش جاهز، لان انا قلت مش هلاقي فكره البونتيه ده موجود يعني. بس فهي يعني قعدت كنت طبعا عشان عارفه قبل ما اي حد من الدفعه كليه خالص تعرف فكره ان احنا بنظبط الديكوريشن وكده، فقعدت طبعا اسبوعين بقى اجهز في الاوتفيت واللبس وازاي اللوك هيمشي والميك اب كنت متوقعين الموضوع ينجح بالشكل ده؟ كنت متوقعين الدنيا الناس كلها تبتدي تتكلم عليه؟ لا مش قوي كده، لا مش قوي كده، ما كانش بالضجه دي يعني. طيب كلميني على الاوتفيت بتاعك بقى، يعني مين صاحب الفكره و هو اوكي هو انا صاحبه الفكره عموما. انا عموما بلبس حاجات قديمه جدا وبحب الستايل ده قوي. شعري برضو بعمله كيرلي على طول، بس ما بعملوش بالفوليوم ده. انا كنت هقول لك لهذه الدرجه لا مش للدرجه دي. ساعه الحفله قررت ان هعلي الفوليوم قوي وهاوفر الميك اب يعني، والاكسسوارز برضو الهوب الكبيره قوي والحاجات دي. بس ف يعني انا عموما بلبس كده، دي حاجات انا بحبها. كلميني عن الفيدباك بقى، كلميني عن ردود الافعال بقى لما بداتوا تشوفوا ده الموضوع كبر يا جدعان. الموضوع كبر قوي. انا كنتش متوقعه كده خالص، كنت قلت عادي يعني حفله زي بتاعت كل سنه في الكليه. بعد كده لقيت ان في صحابي من بعيد قالوا لي احنا شفنا صورك وكان شكلك حلو قوي وكده، فانا استغربت جدا انت عرفت منين. لقيت بس هو نزل على تويتر وتيك توك وكل الحاجات دي، فبسطت يعني حقيقي. كنت مبسوطه جدا ان انا يعني ان الكليه عملت معانا كده، يعني دي حاجه حلوه جدا. طب اسالك تتوقع حاجه زي كده نجحت من باب ايه؟ من باب الاختلاف ولا من باب الناس عايزه تدور على حاجه اوت اوف ذا بوكس خالص، ولا شايفين انها نجحت ليه؟ عامه يعني انا شايف ممكن بقى المايك عشان ما يزعلش. ماشي. عامه شايف ان الفتره دي اللي هي فتره السبعينات كانت حلوه قوي يعني، الناس كلها حباها.
فاحنا لما عملنا الحفله واتكلمنا عن الفتره دي فالموضوع نجح بقى، الناس كلها اصلا كانت حابه الفتره دي. بس عندك في البيت اكيد أصلاً لما الاوك نزل لهم وصفه طرح فين يا ابني تعال لي. الموضوع كان غريب بجد. انا فتحت بلاب جده وقعدت بدور فيه، وبابا بقى اما يقول لي انت بتعمل ايه، فبقول له لا انا عايز اجيب هدوم بقى، انا هروح الحفله كده. مش انتوا عايزين نلبس لبس وقور؟ هلبس. مش انتوا دايما معترضين على اللي بنلبسه؟ انا هلبس السبعينات بس. ف خدت كل حاجه من دولاب جده ونزلت بقى ظبطتها. اصلا كلهم في البيت كانوا مستغربين قوي بقى، اللي هو ايه ده بتعمل، هتنزل كده ازاي انت ابننا يا ابني انت مين؟ طيب نروح لهذا الجانب، نبدا من عندك. قول لي الاختيار الشميز الرهيب ده لقيته فين ده؟ بس ده كله من بيت والدي، يعني ده كان حاجات والدي زمان. بابا كان بيلبس كده؟ ما سبعينات بقى، تحية لبابا. طيب بس فهو كان يعني نزل بوست على الحفلة قبلها بيومين مثلا، فهو يومين يعني حتى لو عايز انزل ادور على حاجة مش هلحق في يومين. لا ما انت مش هتلاقي. مش هتلاقي. الحمد لله يعني. هو كويس ان بابا قدر يقوم لنا بالمهمة العظيمة. الاختلاف سر النجاح. تعالى بقى، هو اللي قال لك هقوم لك انا قلت له انا عايز لبس سبعيناتي دي يعني. تمام. افتح البيت اللي يعني دور براحتك، عايز حاجة سبعيناتي. بس فمن هنا جت الفكرة بقى بتاعت الاوتفيت. وبرده كنت انا ويوسف طلعنا وانتشر فيديو لينا واحنا بنرقص ومش عارف ايه، وده كان يعني انا استغربت. انا بعد كده لقيت نفسي ايه ده خلاص بقينا سوبر ستارز بقى. خلاص بقى. ما ده كان يعني هو طلع معايا يوسف بقى، وكنا خايفين ننزل الكليه بعد كده بعدها بيوم يعني. رد فعل كلام عليك كتير يا يوسف، كله بيتكلم. اطلع لي بالمايك هو يوسف واحكي لي بقى انت كمان. الاوتفيت انا كان معايا يومين بس لحقت ادور فيهم، يعني نزلت اكتر من مكان، رحت العتبه والوكالة البلح، يعني الاماكن اللي اقدر الاقي فيها لبس مختلف بالشكل ده. تمام. بس وفكره قميصين بقى فوق بعض واكبر اللياقه والحاجات دي من من افلام سمير وشهير وبهير. فضلت تتفرج على افلام علشان عشان تعرف الفكره تستوحي حاجه تنفع لك بالظبط، واسمع اغانيهم بقى والحاجات دي عشان اقدر اتفاعل اكتر في الحفله. ايه الاغاني اللي سمعتيها ولو تفتكري قلتي لا الاغنيه دي عايزين نسمعها في الحفله، الاغنيه دي دادي كول طبعا، وبهاما ماما، وكل ده طبعا كل الحاجات هم الملعب بتاعهم انتوا. بالظبط. اصلا الحفله فعلا شغلونا كل الاغاني دي، وكان بجد حاجه كول قوي وحلوه قوي، تجربه جديده عامه. طيب انت تعرفي ان انتوا بعد الحفله بتاعتكم اتعمل ايفنت كبير لحفله زي كده بتيكتس بقى ملهاش دعوه بالكليات، وتعمل فكره الحفله دي بتتنظم حاليا، وتعمل ان كل اللي هيحضرها لازم يلبس المود ده. لا ما كنتش عارف. طب انت عرفتي هتعملي ايه بقى؟ تروحي تقولي لهم عايزه تسبيتي بالظبط، احنا الاساس ما كلمتوناش ليه؟ لا بس هو فعلا كذا حد جرب الفكره بعدنا وكده، اصل هي فعلا حاجه جديده قوي، والتجربه نفسها اللي هو كلها حلوه من اول التفكير في اللبس، الاغاني، حاجة حلوة عامة. هسألك نفس السؤال، فكرة نجاحها ليه؟ شايفينها نجحت ليه؟ حاجة مختلفة واحنا بجد عملناها حلوة قوي، اللي هو بجد يعني الشعر وكل حاجة بجد كانت حاجة حلوة قوي. وعامة كليتنا بحسها دماغ أكتر، هو بتعرف تطلع الحاجة مظبوط قوي فكده. أنا مبسوط بالفكرة وبيكو، وانا اتوقع ان الناس اللي عندها دايما دماغها بتفكر بره الصندوق ان ده مش اخركم في الافكار. بالظبط. يعني انا مش عارف هتعملوا بقى انسان الكهف الحمد لله دي جوب العظم كل هتعملوا ايه بس انا متوقع ان لسه في شغل جامد. اكيد اكيد بجد. انا تنورت اتوبيس السعاده واديتونا موت حلو جدا النهارده. ميرسي ميرسي بجد. ايه رايكم في اللي بيحصل؟ ايه رايكم في المود، في الزمن، ذكريات، ايام حلوه محدش يقدر ينساها. وزي ما احنا النهارده من بدايه الحلقه قلت لكم انا هرجعكم لزمن مختلف جدا، في كتير طبعا مننا عصروه وبيفتكروا حاجات حلوه وهما مع بعض، وفي ما اعرفش عنه حاجه. ابني لما شاف شريط الكاسيت ده في مره جه قال لي ده ايه؟ قاعد قال لي ده يطلع ايه؟ ففضلت اكلمه واحكي له على ان في جهاز كذا كذا وكان في محلات شرايط كاسيت. الدنيا دلوقتي بقى مجرد هي كليك تسمع الاغنيه. ما كانش فيه بقى القلم اللي تحطه في الشريط وتقعد تعمل كده علشان تجيب الشريط من الاول، والشريط يتقطع وتجيب بقى المانيكير ومش عارف ايه وتلزق وخلافه. مواويل. على قد ما كان الحاجات دي فيها صعوبه ومعاناه، على قد ما كانت حلوه وممتعه. احنا هنا عند واحد انا بعتبره كنز الحقيقه، يعني ان انت تلاقي حد متمسك بالحدوته دي لازم نجري وراه نمسك فيه بايدينا واسناننا، وخصوصا انه عنده حواديت كتيره جدا.
يا مساء الفل. اهلا وسهلا بيك. ازاي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله بنعم. انا عايزك تعرفني بيك. انا اسمي ناصر الثوره. ده اسم الشهرة ناصر الثوره. تمام. انا هنا في شارع الثوره بقالي في الشغلانه دي بقالي 38 سنه. شغلانه شرايط الكاسيت. شرايط الكاسيت 38 زي ما انت قلت كده بالمونيكير والحاجات دي رجعتني ورا القلم والحاجات دي الاول والسلوفان شغلانه ثانيه خالص. حضرتك شغال في مهنه شرايط الكاسيت بقالك 38 سنه. هو السؤال المفروض اللي لازم ابدا بيه انت ازاي مكمل؟ يعني كل حاجه في الدنيا اتغيرت والحاجات دي بقت اثار خلاص مقتنيات قديمه. جميل. انا بحب الشغلانه دي جدا بحبها بطريقه لا يتخيلها بشر ومش هسيبها وهفضل فيها لحد اخر شريط في الدنيا كلها لحد ما اموت فيها. بعشقها. انا بعشق الشغلانه دي اساسا حتى لو الشغلانه مش ماشيه. هي مش ماشيه بس بقى انا بعشقها هي الى حد يعني الى حد ما بتتحرك. انت مستمتع بقعدتك كده وخلاص. انا مجرد ما انت قلت كلمتين رجعتني 25 سنه ورا ابتسمت اللي هو حاجه كده داخليه روح رديت فيها الروح وانت بتقول مونوكير ورجع بالقلم وبتاع رديت فيها الروح فانا بعشقها الشغلانه. انت رديت فينا كلنا الروح واحنا جايين من بره واحنا بنتفرج على الصور وبنتفرج على المود. انت متمسك بكل تفاصيل الزمن. ايوه يعني لا انا عايش في الحقبه الزمنيه دي ومش عارف وحبيبها. وفي على فكره كتير مش انا بس في كتير شباب انا مستغرب له شباب في الثلاثينات يعني مش كبير شباب في الثلاثينات بيبتدي يعرف شريط يسمع شريط يشوف شريط يبتسم ياخده حتى لو مش هشغله بس ليه ذكرى معايا ليه حاجه معايا. انت اخدتها بس هاخده منك تاني. محمد محي ده 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 دنيا. طب اول البوم محمد محي كان ايه؟ في مظلوم في سوره ودمعه. لا 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 انا هرجع ما انا برجع بقى حبيت بقى انا لا ما هندخل لبعض ده. لا مش هندخل لبعض ما في هاي كواليتي بقى وطارق عبد الله يعني. ما هو قبل ليه الحبيب وده كله ما ليه في هاي كواليتي واحد هاي كواليتي اثنين لحد سبعه صح بذاكر قبل ما اول البوم مش اول سنجل ماليش دعوه اول حاجه اعملها وخلاص. هسالك زبونك اللي انا عرفته واحنا لسه بندردش قبل ما نصور قلت لي لا انا في زباين ثابتين وفي ناس بتيجي تاخد كميات. مين اللي دماغه ان هو يجي يقول لك انا عايز كميات؟ طب اقول لحضرتك على حاجه بسيطه والله ما تستغربش قبل ما حضرتك تشرفني بنص ساعه او ساعه ولا ربع اقسم بالله انا جاي لي زبون من بني سويف خد 260 شريط. لمين؟ خد تشكيل. التسعينات قعد كده بقى جاي خد التسعينات خد ام كلثوم خد ورده خد الجيل القديم خد الجديد خد جيل التسعينات تشكل فانا مستغرب يعني سالته؟ لا هو فضول ما خلاكش تساله تقول له لا اللي بياخد شريط او اتنين بساله. لان ده بياخده حب استطلاع فضول. لا يعني عايز استمتع بيه. لا حب استطلاع ينفع عايز يعرف ده ايه الجيل الجديد اللي هو 15 سنه و 16 سنه ما يعرفش برضو الكلام ده. فده اللي ممكن اساله. في بعض الناس مربيه اولادها ومطلعه اولادها ان بيسمعوا معرفينهم والله بامانه انا بقابلهم حتى لما بيجي ياخدوا شريط او اسطوانه انا بستمتع بيه وانا بكلمه لانه شاب صغير بس ودنه موسيقيه بيسمع. المكان ده عرفت انه مش مجرد مكان معروف كمكان هام جدا في بيع شرايط الكاسيت ده مكان هام لنجوم الصف الاول. انا عرفت ان في حواديت وقصص مع كبار النجوم كانت بتحصل هنا. ايوه لا احكي لي كان يا مكان انت هترجعني كده كتير قوي. بص انا جاي النهارده فزي ما انت فرحتني. انت فاكر ليلي نهاري كان سنه كام؟ ليلي نهاري ممكن يكون في اول الالفينات. في اول الالفينات يعني بقاله كام سنه؟ كتير. كتير. المهم استدى لي ذكرى معينه. ليلي نهاري ده كان بدايه عمرو دياب مع روتانا. كان نقله بعد عالم الفن راح روتانا. هو ليلي نهاري ده الالبوم ليه موضوع خاص حتى في بيعه في يوم نزول الشريط قبل ما ينزل الشريط باسبوع دماغنا صدعت ان اللي رايح كل شويه عمرو جه فاهم انت والعربيات بتركب صف رابع من الصف تاني وبيتين هنا لان عارفين ان الساعه 7 الصبح هيبقى الالبوم عندي فبيتين هنا من بعد الفجر بيقعدوا لي بالعربيات مين بيتين والله العظيم ثلاثه بيقعدوا بيتين من الساعه 11 بالليل لحد الساعه 7 الصبح قبل ما اجيب الالبوم ويتخانقوا مع بعض مين اللي اول واحد ياخد الالبوم عشان يشغلوا في العربيه ويلف بقى المهندسين ويخرب الدنيا. ما جبت عمرو الجديد ويروح يتلج على بتوع مصر الجديده اللي هو انا جبته من المهندسين الاول لان انا الشركه جنبي فكنت اول واحد يعتبر بستلم من التجار الكبار. تمام. انا بستلم هنا جنبينا بس فعملت له انا بتاعت له بوستر بطريقه معينه لان انا بعشقها بعشق الشغلانه جدا فكنت بقطع بوستر بجموس وبعمله بغير الشكل اللي هم جاي بيه البوستر جاي بيه ممكن ادخل ثلاث بوسترات في بعض بمود انت حاجه مختلفه. تمام. فعملتها كان عمرو مصطفى ساعتها هو اللي عامل الالبوم ده لعمرو دياب وعمرو مصطفى حبيبي جدا صاحبي جه شاف المهرجان اللي انا عامله الناس في الشارع قعدت تتكلم عن المهرجان البوستر اللي انا عامله
ففين الكلام ده واللي صور وحاجات كده. طيب أم عمرو مصطفى جاي بيبص على المنظر انبهر. أما كلم عمرو دياب كان ساعتها في لندن لأن كان أول يوم نزول الألبوم. تمام. كان عمرو في لندن فبيقول له كده 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 هو مصور وبعت لعمرو قال له الدنيا سلم عليه. هو بيقول له خد كلم. فانا بقول له كلم مين؟ ما تهزرش اكلم مين؟ طب انا وانت عمرو مصطفى ماشي مع بعضينا ماشي لكن اكلم مين؟ قال لي قلت له ما تحرجناش معاك. قال له الف شكر على اللي انت عامله بشياكه كلمني كلمتين كويسين. هو فنان ذكي جدا طول عمره جدا جدا. لا لا جدا دي بص في المهنه دي الذكاء عمرو دياب. استاذ الشغلانه نصر محروس صانع نجوم نصر محروس استاذ نصر محروس وفعلا ده اللقب استاذ في المهنه دي. وعايزني اقول لك حول مين كان ايه وحوله لايه اقوله لك. مفيش حد طالع من ايد نصر محروس الا لما بقى نجم بجد يعني كلهم هو اللي عمل طيب نرجع للحواديت. وبص عمرو دياب بعد المكالمه اهو بدات تجيب لي حاجات تانية اهو بعد المكالمه اداني 2000 جنيه على فكره وزمانه كانوا جامدين قوي ده. انا مشيت في الشارع بقول انا عمرو دياب اتصل بيا مع النجم محمد فؤاد ده عسليه يا حبيبي ده ده ابن البلد ده عسليه لا هو سكره مش مع كل مش معانا بس هو فعلا شخصيه محبوبه جدا ومحترمه. ايه جدا ايه اللي حصل؟ الموقف اللي هو ناصر بره قطع من دهوله كان هو جوه في مع الاستاذ علي المليجي دخلت له انا صورت على بالحضن بتاعه وقعدنا نهرج مع بعض شويه. قال لي هعمل لك بانر كان هو عنده شركه بتاعته هو اسمه هاي فيديليتي بتاعته هو شخصيا صح. فقال اتصل جاب المدير قال له اعمل لناصر خد مقاسات المحل واعمل له بانر واحد بوستر واحد بحجم المحل كله بتاع شاريني اللي قلبه داير ما يدور المكان مجسم بتاعه. فعمله لي عمله لي لا ده موجود عندي في البيت لا انا معلقه عندي في البيت هو وحبيبي اياه لان برده كان حبيبي اياه في روتانا اول البوم ليه في روتانا ونفس الموقف حصل. اول ما سال برده سالتوني ناصر دخلت له في مصطلحات بيع شرايط الكاسيت وبيعين شرايط الكاسيت الفرشه الاولانيه والفرشه الاولانيه دي في نجوم كان يقول لك الفرشه الاولانيه دي بتخلص هوا هو في 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 مطربين فرشه بس فرشه واحده وفي مطرب فرشه ومدى على السنه على مدار السنه يعني مثلا عمرو كسبيل المثال بيع طويل لا لا عمرو فرشه وبيع طويل عمرو فرشه احنا بنسميها فرشه يعني ليل نهاري اول يوم انا جبت 1000 شريط ما شفتهمش 1000 شريط اقسم بالله ما شفتهم. مين بقى المطرب اللي هو ما بيعملش البوماته لشرايط في وقت شرايط الكاسيت ما يعملش البومنج ولكن مبيعاته مستمره على طول ما بتقفش؟ ده منير مين؟ كينج. كينج ما بيبقاش في الفرشه يوم الفرشه بتاعته ما بيبقاش اللي هو الرقم اللي الانفجار هو الكبير اللي بس الوحيد اللي بيعمل ده بامانه يعني عمرو بس ياخد له اسبوع لحد اسبوعين بيع بطريقه لا تتخيلها لدرجه ان بنقف 13 و14 واحد في المكان ده اقسم بالله كنا بنقف 13 14 واحد عشان تلحقوا على طلبات الناس نستت كده ورا ننام ساعتين وقوم وقف من كتر بيع هو اصلا انت الشركه ما كانتش بتلاحق اصلا طباعه على السوق وبيبقى في خناقات الا بقى اذا كان في صداقه كده اللي هو يوم رامي لي 1000 من تحت من ورا كده يعني حاجات غريبه بتحصل في عمرو ده موضوع لوحده خالص. منير يبيع لو عمرو يوم الفرشه باع 1000 منير يبيع 200 بس منير على مدار السنه بيعوض في ارقام كبيره وبيعوض ايهاب توفيق نفس الموضوع مين زي منير اللي هي مبيعاته هاديه ولكن في اخر السنه بتلاقيه عمل البوب ايهاب توفيق طبعا. نفس الموضوع برضو نفس الموضوع يعني برضو ملوش فرشه قوي مصطفى قمر فرشته 50% في فؤاد 80% فرشه وبعد كده بيبيع مدار السنه برضو فؤاد. مين من المطربات في جيل شرايط الكاسيت كانت بتنافس وتقول ان المطربه دي ليها سميره من زمان سميره ليها سميره ليها وفي حنان بس ده حنان ثمانينات تستاهل ورايقه والحاجات دي وحنان كانت ليها ستايل معين وليها اسبوع معين وليها وقت معين وليها وكان في اقبال على البومات حنان تحديدا مع سونار بيع بس مش فرش برضه يعني اللي انا بنتكلم فيه ده كله اللي هو على مدار السنه بيتباع لولاكي لولاكي ده الالبوم اللي عمل اللي باع بيقدر ان وصلت مبيعات البوم لولاكي ل 15 مليون شريط وفي ناس قالوا ان العدد ده مش حقيقي ده اكتر من كده بكتير. ولولاكي ده الالبوم بتاع الفنان علي حميده ما باعش اول ما نزل فاكر انت الفتره دي انت كراجل بقى في الصنعه البوم لولاكي ده عمل ايه؟
هو دلوقتي ده خرب الدنيا اساسا، بس مش في نزلته يعني، بعد ما نزل بشويه لينا سبحان الله جت مره واحده كده، اللي هو فجاه كده بقى لولاكي الرزق جه فجاه. اللي هو انا عندي 100 شريط في ثانيه، بقى لهم يومين ثلاثه قاعدين في ثانيه، باعه وهات تاني تاني تاني، حتى لما كان الشركه ما بتلحقش، فكان في حاجه اسمها مضروب في شغلتك اسمها، ايوه الشرايط اللي مضروبه، فدول كمان مش لاقيين يعني كله بايع كله استرف مش لاقيين، بس لا بس هو باع كميه. لو تفتكر فتره الثمانينات او التسعينات، مين الالبوم لمطرب مش معروف او كان مش نجم وقلب الدنيا كسر الدنيا لما نزل؟ مفيش هو كله في مطربين، مطرب الالبوم الواحد اللي هو البوم وشكرا. كان في مطرب يحب ينزل في العيد زي افلام العيد؟ لا هو كله كان بيعمل حساب عمرو، عمرو نازل امتى؟ كلهم بيعملوا حساب عمرو دياب. ده دي حقيقه، بص ما مفروغ منها ولا زال لحد دي حقيقه مفروغ منها. عمرو بينزل، هينزل الاسبوع ده مثلا خلاص، ما حدش ينزل الا بعد ما عمرو ما يبيع ويخلص وبعد كده ينزل. اللي نافس بقوه ودخل وزي ما يقولوا اثبت مكانته تامر حسني. تامر وشيرين الالبوم ده لما نزل، انت فاكر اللي حصل؟ مصر محبوس. زي ما حضرتك قلت كلمه سر مصر محبوس. تامر ليه مكان محافظ عليه اعتقد، وانت تفيدني في ده برضه. ايوه لا هو تامر تعب، تامر من الناس من المطربين اللي تعبوا بامانه يعني. تامر كان بيقعد معايا هنا في البدايات، في بداياته مش دلوقتي، في بداياته كان بيجي بالجيتار والله وربنا يشهد على كلامي، كان يجي بالجيتار يغني لي قبل ما الالبوم ينزل. انت شايف تامر تعب وعلى قد ما تعب لقي يعني، وشيرين على قد ما تعب طبعا. على قد ما تعب تامر تعب جدا. شيرين مبيعاتها كانت كشرايط حلوه، نزلت البوم جرح تاني. جرح تاني كان مع عمرو منزل برضه على قلبي، نزلت المبيعات كان 3-1، 3 عمرو 1 شيرين، ودي نسبه وان حد ينزل مع عمرو في نفس الوقت دي نسبه مستحيله اي حد يوصل لها. هقول لك بمنتهى البساطه يعني، انا في الفتره دي انا كنت رايح اجيب علم قلبي، لقيت شيرين اشتريت الاثنين بالظبط. لكن في بتاع عمرو خد عمرو بس، فاحنا بنحسبها النسبه دي، هي النسبه دي اللي بتفرق معانا. لكن في كتير كان هات عمرو وشيرين، هات عمرو وشيرين، لكن هي فعلا في الالبوم ده باعت، وده يرجع للذكاء استاذ نصر محروس، وشهاده لازم نعترف بيها. يا استاذ نصر انا استمتعت بوجودي عارف بقلة الزمن اللي ركبتها دلوقتي ورجعت الذكريات حلوه، وانا مبسوط لما بلاقي حد بيشاركني في المعلومات القيمه دي. لا انت بس وانا اتعلمت من حضرتك النهارده. لا اتعلمت، ده انت اللي علمتني. لا العفو ازاي. لا بسم الله ما شاء الله، ربنا يخليك، ده انا يشرفني والله. واتمنى لك نجاح اكتر وناس كتير هتجيلك علشان مجرد البسطه هنا سعاده، وانت صانع سعاده. الله يخليك، ربنا يخليك. شكرا، ربنا يخليك. صدقني بكرة أحلى ومع حدايا السعادة، الشمس مصيرها تطلع والبحر مهوش.